السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى وردات وفنكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، احنا النهاردة في محل في المنصورة في طلخة بيبيع كل المنتجات الخاصة بشركة ايفون، لو انتوا اكيد عارفينها او اغلبنا عارفها. هنشوف كل المنتجات اللي عندهم وهقول لكم ايه المتاح هنا. كمان هم عندهم جروب على الفيسبوك ممكن تطلبوا منه، مش شرط ان انتوا تيجوا المحل، هي بتوصل في اي حتة سواء جوه المنصورة او بره المنصورة، وعندها كل المنتجات بقى علشان لو انتي مش حابه ان انتي تنزلي او مش مضطره ان انتي يعني تروحي اماكن بعيده او كده، هي عندها كل المنتجات. ايفون الشركه بتاعت ايفون اللي انتوا عارفينها، هي موجود كل المنتجات هنا. هنشوف دلوقتي هي عباره عن ايه وايه اللي متوفر عندها، ومتاح طبعا ان انتوا تطلبوا منها اي حاجه تخص شركه ايفون. الاستاذه امان هي صاحبه المكان، هي اللي هتفهمكم بقى الدنيا وهتفهمكم ايه اللي موجود هنا ان شاء الله. اولا انا برحب بدكتوره ساره. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يعني انا تسلمين. سعيده جدا جدا جدا. تسلمين. ما تحرمش. يعني هنفتح مع بعض فيلد جديد، مجال جديد ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا رب كده يكون فتحه خير على حبايبنا. اولا انا متشرفه جدا جدا بيكم ومبسوطه وسعيده جدا جدا بان احنا هنكون مع بعض ان شاء الله. اولا انا هعرف حضراتكم على منتجات ايفون. منتجات ايفون بتهتم بالشعر وبالبشره، برفانات، يعني يعتبر هي حاجه متكامله. اولا بولنديه الصنع، مفيش فيها حاجه مصري خالص، علشان احنا برضو نكون واثقين من المنتج. المنتج بيجي من الشركه متبرشم، ليه الباركود بتاعه منع للغش التجاري. برضو هوريه لحضراتكم. المنتجات كلها بولندية الصنع، في منها كمان ألماني. كلها برفانات اوريجينال، مفيش عندي ولا هاي كوبي ولا فيرست كوبي ولا اي حاجات مصن، يعني اي حاجات درجة تانية او تالتة، لا كله من الشركة لقيت حضرتك مباشرة. طبعا انا عندي كافة البرفانات سواء حريمي او رجالي، وعاملة ديسكاونت خاص جدا لدكتورة سارة ولكل حبايبنا من طرفنا، خصم كبير جدا ما بين يعني 20% يكاد يعني يوصل باذن الله لاكثر من 25%. طبعا باذن الله عز وجل. ده احنا كده اتكلمنا دلوقتي عن البرفانات. طبعا انا كل يعني اكيد نسبه كبيره جدا جدا مننا عارفين رير جولد، عارفين فاراوي، ريبل، بيرسيف، سوريال سكاي. طبعا يعني بسم الله ما شاء الله بتتسحب من عندي بطريقه رهيبه جدا. سليبر طبعا كل حبايبي بيحبوها. باشون دانس بعد غياب اكتر من 7 سنين، اللهم لك الحمد اتوفرت بقالها شهرين تقريبا. ايه تاني؟ طبعا احنا كلنا دلوقتي في فصل الصيف مع الحر الشديد اللي احنا فيه، طبعا بنحتاج عنايه يوميه بالجسم وبالشعر وبالبشره. طبعا ده كل ده اللهم لك الحمد موجود عندي ومتوافر. موجود عندي البابل باس بجميع روايحه واشكاله واحجامه. في عندي اللتر، في عندي الشاور جيل الكريمي 720 مللي، في عندي برضو غسولات الايد حجم صغير 250 مللي وحجم كبير 750 مللي. احنا بنقول ان الحجم الصغير ده حلو جدا جدا لفترة يعني للتنقلات، للمصايف، للنوادي. طبعا في شغلك طبعا مع الكورونا ربنا يا رب يعافينا ويعاديها على خير. موجود عندي اللهم لك الحمد الهاند جل وسبراي كحول الاسيلي. الهاند جل صغير وكبير، عامله عليه ديسكاونت كبير جدا جدا جدا. عندي كمان ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ عندي المخمريات، ودي جديد ايفون. طبعا ايفون بتقدم لنا كل جديد، مخمريات بكل روايح برفانات ايفون، انكانديسانس وانكانديسانس انجوي فور واي. برضه استاذنك يا ساره اوريهم. اتفضلي عادي براحتك مفيش مشكله. لوكي مي، وعندي كمان اتراكشن سنسيشن وير ستوري ورير جولد، طبعا كل حبايبي بيسالوا عليها. عندي طبعا الجديد اللي لسه بقاله شهر بالظبط وهو تنت ايفون. استاذنك يا ساره لو اوريه لهم على الطبيعه. تمام. ده يعني بخلاف الانواع الشعبيه اللي منتشره في الاسواق سعراته عالي جدا جدا. ده تنت للخدود وللشفايف، درجته وهميه. ممكن ايه ده يعني طلعت بتاعي انا الشخصي تجربه على ايدي. شوفي بس اتفضلي. ودي درجه البيتش الخوخي. دي جميله قوي. تمام. ايه تاني برضو موجود عندي اللهم لك الحمد؟ كل شامبوهات ايفون للشعر المتقصف والمجعد والخشن، اللي هي دي صح اللي انت قلت لي عليها؟ ده للشعر معمول بروتين، ده زيرو سلفات.
ما فيهوش لا صوديوم ولا سلفات، ده للشعر المفروض مباشره. تمام. وشعر الاطفال امن جدا جدا عليهم، تقدري حضرتك تستخدميه بصفه يوميه. ده للارجان المغربي ويصلح برضه للشعر المفرود، بس يفضل للشعر العادي. ليه؟ طيب. لان هو بيساعد على تغذيه الشعر. كمان معايا نوع تاني من البابل باس، ما عندي في المحل اللهم لك الحمد اكتر من 10 انواع منه، في لافندر والاوركيد والرمان والوايت ليلي والكب كيك والفانيلا. كمان الجديد عندي سيرم الانيوم بفيتامين سي، طبعا ده بيدي نضاره للبشره، بيعالج الخطوط الرفيعه، بيدي مظهر مشرق جدا جدا للبشره. كمان عندي البرايمر، وعندي دي حاجة برضو يعني نادرا لما بتبقى موجودة في المنصورة، روجات باور ستي، هي ثبات 16 ساعة، ولكن انا جربتها هي ثابتة معايا اللهم لك الحمد 29 ساعة. يعني ما شاء دي الله. برضو من الحاجات الجامدة جدا جدا جدا. عندي البارفانات برضو يعني حجم صغير للشنطة، بتتفرج عليها على الطبيعة. دي صغيره، كنت جربتها قبل كده. تنفع للبنات ولطلبه الجامعه يعني كل اللي حابب يجرب منتجات ايفون بس متخوف من البرفان الكبيره، تقدري تجربي برفان الشنطه. كمان انا عندي ماسكارات دي نوع 2 3 4، وفي انواع تانية او 5 كمان اهو، كلها بسم الله ما شاء الله احلى من بعضها. دي ايروفوني، دي اللاش 5 في 1 ايفون، دي جميلة جدا من الماسكارات المتميزة جدا جدا عندي. يليها ماركة سبكترا لاش والسوبر شوك، دي بتديكي كثافة 16 مرة، والماركة دي مكثفة ومطولة للرموش. برضو اوريها لك يا سارة على الطبيعة. تمام مفيش مشكلة، اتفضلي. تمام. وكمان في الايروفونيك، الايروفونيك دي كمان من ميزتها انها مغذية للرموش طبعا، لان في ناس يعني بتستخدم اي نوع ماسكارا وخلاص ما تبقاش على درايه بيها فرموشها بتقع، فدي اوتوماتيك في يعني من خلال تاني او تالت مره استخدام رموشك ما بتقعش خالص. دي فعلا والله العظيم. تمام. مش مجرد ان انا بعمل دعايه، انا فعلا جربت الحاجات دي. تمام. تمام. عندي برضو ماسكات الشعر، دي برضو حاجه كلنا لما بنجيب كريم شعر او حاجه بيبقى حجمه صغير، لا ده حجمه كبير، هوريهولك على الطبيعه. ينفع كمان ماسك شعر وينفع كمان كريم تصفيف. تمام. تمام. عندي السيرومات كمان للبنات اللي هم فردين والاطفال اللي شعرهم كيرلي يعني. كيرلي عندي منتجات لي، عندي كريمات لي مخصوص، وبرضه عندي السيروم ده مغذي جدا جدا للشعر، بالاضافه ان هو بيساعد على نمو البيبي هير والشعر، والشعر الاطفال كمان بطيء النمو، ده بيعجل بان الشعر بتاعهم ينمو بسرعه. تمام. تمام. عندي برضو شيتات الماسك عامله عليها عرض خاص، اي قطعه فيهم يعني عشان خاطر ساره انا يعني اي قطعه فيهم ب 30 جنيه بس. بالنسبه لبرفانات ايفون عندي من اول 140 واحنا طالعين، وطبعا لسه يعني هعمل خصم خاص لبعض البرفانات عندي زي سليبر، زي برفانات ال 30 مللي الفروي. برضو يا ساره عايزاكي تشوفيها كده. تمام. ما شاء الله حلوه قوي، هادية قوي. يعني البرفانات المميزة جدا عندي، ويعتبر البرفانة الايه يعني دي لو عروسة ممكن تيجي تاخد اكتر من حاجة، ان هي تقدر تلم بقى تقدر ما شاء الله تاخد كل حاجة زي ما بيقولوا، كل السكين هتاخدها من عندي بالاضافة باذن الله. باذن الله الهديه يعني ان شاء الله مقدمه مني ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. يعني شفتوا كل عروسه هتيجي ان شاء الله ليها هديه من المكان. واللي مش هتاخدها ليها كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. ماشي. لا ما شاء الله ما شاء الله، تسلمي. يعني عرض خاص، اي 3 قطع من الخيار ب 50 جنيه بس. اللي هم ايه؟ معلش. الاون ديورنت اللي فوق. اي قطعه سواء حريمي حريمي كلها رجالي او ميكس الاثنين. تمام. ده يعني هحسبها 50 جنيه فقط، ده الشهرده بس. تمام ماشي باذن الله عسى. ان شاء الله بجد يا جماعه، هي انسانه ذوق جدا وحبوبه جدا، واللي هيجي هيرتاح فعلا في التعامل معاها. وكمان اللي مش هيقدر يجي بقى يكلمها على الجروب اللي انا هحطه لكم. محافظات مصر
في موجود شحن. موجود شحن لو انت عايزه توصلي يعني حاجه توصلي في اي محافظه مفيش مشكله خالص، هي هتبعتها لك بس تواصلوا معاها بقى على الاكونت او على الجروب بتاع الفيسبوك، هي هترد عليكم. استاذه امان بجد انسانه منتهى الذوق والاريحيه، يعني هترتاحوا جدا في التعامل معاها، وان شاء الله يعني تقدروا ان انتوا بقى لو انت عروسه او كده تلمي بقى كل حاجتك من هنا. يعني لو انت مش عايزه تجيبي حاجات عالية قوي او مش كل الناس بتبقى مقتدره ان هي تجيب براندز او كده، في هتلاقي عندها كل الحاجات اللي العروسه هتحتاجها في اول الجواز تيجي تجمعيهم كلهم من هنا، وباسعار طبعا اقل من الحاجات بتاعت البراندات ان شاء الله. وبرده زي ما هي قالت لكم هي الحاجات ثابتها كويس والصناعه بتاعتها كمان كويس. تمام. لا انا بتكلم على البراندات العاليه اللي هي يعني مثلا زي زارا والحاجات دي بيبقوا البرفيوم بتاعهم غاليه قوي، مش كل الناس بتبقى قادره ان هي تشتري. لا اللهم لك الحمد، هنا يعني فرنجات في اقل من 150 واعلى من 150 و150، يعني ان شاء الله كل المستويات باذن الله. ان شاء الله بقى باذن الله اي عروسه هتكلمها عرفها بس ان هي تبع سارة شرف، ولو حد جه هنا له ان شاء الله هديه من المكان. وهحط لكم بقى اللينك بتاع الجروب بتاعها في الستوري، وهحط لكم كمان الصوره بتاعت الجروب عشان اللي مش بيعرف يفتح اللينكات كويس، انا هحط لكم الجروب تعملوا سيرش على الفيسبوك وتعملوا انضمام، وهي ان شاء الله هتعمل معاكم كل الواجب يعني لاي عروسه باذن الله. باذن الله عز وجل.